ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شهد مدخل مدينة تطوان وبالضبط على مستوى مدارة الرمانة حادثة تسير خطيرة بعد اصطدام دراجة نارية مع حافلة حضرية لنقل الركاب. وكشف الحادث عن مفاجأة مدوية بعد سقوط سكينين كبيرين من سائق الدراجة النارية، والذي تبين أنه كان في حالة سكر طافح وهو يقود دراجته. وحلت عين المكان المصالح الأمنية وكذا عناصر الوقاية المدنية التي عملت على نقل سائق الدراجة النارية إلى مستشفى سانيت الرمل تحت الحراسة الأمنية المشددة بعد إصابته في كسر على مستوى الرجل اليمنى، لتلقي العلاجات الضرورية في انتظار فتح تحقيق معه لكشف ملابسات حيازة السلاح الأبيض والقيادة في حالة السكر. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.